أحد عمل يوتيوبرز العرب اللي سفرهم اليوم إلى الأردن وإلى السعودية. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو إعلان معظم اليوتيوبرز لسفرهم، حيث اعتمدوا طريقة PCR كالعادة ليقوموا بإيصال فكرة السفر. فغيت مروان برهوم مع راوي وأسامة مروة أكدوا حضورهم لخطوبة أبو الروب التي ستقام يوم السبت المقبل، بنشرهم ستوريات يخدعون فيها لفحص كورونا. ما حتوجعني صح؟ باي نوت. حاسس نص الانستغرام اليوم عم يسوي بي سي ار. ثانك يو سير. وايضا نارين بيوتي واحمد النشيط اعلنوا سفرهم الى السعوديه لحضور مهرجان ميدل بيست. اعطونا رايكم بخصوص هذا الخبر. Guys, I feel so special. I'm the only influencer that was invited to Middle East this year. Oh, Hadil's here. Oh, Ahmed's here. أما اليوتيوبر أنس الشايب حمس متابعيه هو أيضا بإعلانه لسفره، حيث خدع اليوم لتحليل PCR هو أيضا، لكن أنس لم يقم بذكر وجهته التالية. أعطونا رأيكم بخصوص هذا الخبر. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كتير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، نشوفكم الفيديو الجاي.